أما في الصين فلا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن نحو 38 عاملا محاصرين داخل منجم فحم غمرته المياه أواخر الشهر الماضي، وكان عمال الإغاثة قد تمكنوا من إنقاذ أكثر من 100 عامل. أعمال البحث عن العمال العالقين تستمر منذ أواخر الشهر الماضي، ومعها يبقى الأمل بالعثور على أحياء. يوجد 11 فريق إنقاذ يقومون بمهام البحث تحت الأرض. أعتقد أننا قد نجدهم إما الليلة أو في صباح غد الباكر. فرق الإنقاذ كان سبق لها أن عثرت على أكثر من 100 ناج، إلا أن العمال 38 لا يزالون مفقودين. أعمال الإنقاذ لم تمنع المسؤولين من الانتباه إلى ضرورة تقصي أسباب الحادث. نطالب الشركة ببدء تحقيق يعتمد على معايير الإنتاج ويقدم المعلومات التقنية الحقيقية والأساسية للتحقيق. عمليات الإنقاذ والاهتمام بكشف حقيقة ما جرى تبدو مثيرة للانتباه في بلاد عرفت بتكرار مثل هذه الحوادث الدامية داخل المناجم، وربما يجد هذا الاهتمام انعكاساته في تراجع عدد وفيات حوادث المناجم، وهو ما تظهره الأرقام الرسمية.